بيغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. يقدر يرشح نفسه في انتخابات. الحمد لله على السلامة يا دكتور، مش ناسي دي؟ اهلا يا سيادة النقيب، في حاجة؟ ما بتردش عليا في التليفون ليه يا بيرم مكلمك؟ ولا هتقولي بقى موبايلي ضاع ولا وقع مني في المية ولا وقع في البرج وانا طاير؟ ولا وقع مني في المية ولا وقع مني وانا بنط من البرج. كل الحكاية اني بشوف نمرتك بكنسل عشان مش طالباك معايا. في حاجة يا سيادة النقيب؟ انا ورايا شغل. اسمع يا بيرم، في الظروف العادية المفروض لكدك من قفاك كده على الاسم ونفتح تحقيق رسمي، بس انا لولا العيش والملح اللي بيننا والصحوبية ووالدتك الغلبانة اللي كانت واقفة عند البرج بتصوت، انا عايز اتكلم معاك بشكل ودي. تعال معايا يا بير. انا بجد اتبسطت معاك قوي النهاردة يا عصفور، بس بقولك ايه، انت وعدتني ولازم توفي بوعدك. قلبها كده في دماغك وكلمني بس متأخرش علي. ماشي، سلام. هو مين ده اللي انت مش عايزاه يتاخر عليك يا سلمى؟ ها، بتاع الدليفري. اصل انا بحب الاكل يجيلي سخن. بعد اذنك رايحه صريح بيه. دليفري من امتى يا سلمى؟ ايه ده ايه الحلاوه دي؟ قمر يا اخواتي. ايوه يا اختي، اضحك عليا بكلمتين. اضحك. بسم الله ما شاء الله، القناه ما بقالهاش 24 ساعه فاتحه والاعلانات نازله علينا مش قادرين نلاحق. خمسه في عينك يا بنت، مسك الخشب طاط شوط ما يحسدش المال الا اصحابه. عارفه يا سلمى، انا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى خصني بحاجه ما ادهاش لاي حد. ايه هي يا ريس؟ الكاريزما. الكاريزما يا سلمى، دي حاجه ملناش اي يد فيها، حاجه بتاعت ربنا كده. انا والكاريزما زي ما نكون اتولدنا في يوم واحد، توأم توينز يعني. انا نزلت والبنت كاريزما نزلت فوق راسي على طول. هل انت عارفه يعني ايه كاريزما يا سلمى؟ لا معرفش. هو في زي قبولك ولا في زي حضورك؟ ربنا يزيدك يا ريس. انا احب الكلام ده، احبه، بس سيبك انت، الحلقه بتاعت الراجل العنابي دي ضربت معلم. طبعا يا باشا. بالمناسبه انا عندي ليك اخبار عن الراجل العنابي، بس يعني هسمعك عنها قريب. الله، ليه ما تسمعالي دلوقتي؟ لا، خليني اطبخ الطبخه على نار هاديه واغرف لك على الجهز. ماشي يا ستي، لما نشوف طبيخك. قفل بقى عشان بهجه تجه. تمام. الشيشه يا حوده، تشرب شيشه يا دكتور؟ ما بشربهاش. طب روح انت. ما بتشربش شيشه ليه؟ نغه ولا ايه؟ لا مش نغه، بس الشيشة التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتدمر أنسجة الرئة وبتدمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي. يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مدة من 6 ل 8 شهور، يا إما يحصل لك شلل تام يا إما وفاة. حلو قوي الكلام اللي أنت بتقوله يا دكتور، بس زي ما أنت قلت، حجر تفاح، إنما دي شيشة معسل. لا، المعسل ما فيهوش شلل تام، وفاة على طول. شيل الشيشة يا محمود. امال اشرب ايه يا دكتور؟ كوباية لبن دافي وعليه معلقة عسل. هات اللي قالك عليه.
شوف يا دكتور بيرم، انا مرضيتش اقبض عليك وعملت حساب للعيش والملح اللي بيننا. اولا احنا مفيش بينا اي عيش وملح، لان دي تالت مره انا اشوفك فيها في حياتي. ثانيا حضرتك عايز تقبض عليا بتهمه ايه؟ مش حضرتك الصبح حاولت تقتل نفسك؟ هل انا موتت نفسي؟ لا بس حضرتك كنت بتحاول. هل انا موتت نفسي؟ بس حضرتك هل انا موتت نفسي؟ لا. امال عايز تقبض عليا بتهمه ايه؟ انت هتحاسبني على النيه؟ دكتور بيرم، فين الرجل العنابي؟ متهيألي انا اكتر واحد عايز يعرف مكان الرجل العنابي عشان اشكره على اللي عمله معايا. عشان كده انا اللي المفروض اسالك، سياده النقيب، فين الرجل العنابي؟ فين الرجل العنابي؟ معرفش. حضرتك عارف ان وزاره الداخليه كلها مقلوبه عشان تقبض على الرجل العنابي؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمه ايه؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمه ايه؟ عشان كان طاير من غير تصريح. بيطير من غير ايه؟ ثواني. الو، يا فاروق بيه. دلوقتي انا قاعد مع اللي اسمه بيرم ده، دكتور بيرم. قاعد مع الدكتور بيرم ده بساله الاسئله اللي احنا متفقين عليها، بيرد عليا باسئله انقح منها. انتوا بتحرجونا مع الناس ليه؟ حاضر يا فندم. حاضر، محاوله اخيره كده. ماشي، حاضر يا فندم. اتفضل. دكتور بيرم، انا باسم وزاره الداخليه بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده، وبطمن حضرتك ان الوزاره هي اللي هتحاسب على المشاريب كلها. بس حاجه بيني وبينك كده لتيسير، انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضيه. قضيه ايه؟ يوه يا اخي بقى، بطل اسئله بقى. هات يا ابني حجر معسل وحجر تفاح. ممكن اروح؟ تقدر تروح، اتني الغور. اعزائي المشاهدين، اعزائي المشاهدات، وحشتوني قوي، مع اني لسه سايبكم من ساعتين، بس والله وحشتوني. اسمحوا لي ارحب بيكم في اول حلقه من برنامجكم الجديد طبق الفيل. والنهارده هنتعلم سوا طريقه عمل الفراخ المقليه بخلطه الفيل السريه. واحده منكم هتستني، هي فين خلطه الفيل دي؟ اقول لها هتشوفيها ازاي؟ دي سريه ولا ايه يا ست بهيه؟ انا مش فاهم انت متضايق ليه. بالاخر كده يا عم، يا بخت اللي صاحبه راجل. يا ابني بطل تلقيح كلامه، اتكلم زي الرجاله. في ايه؟ عفتك وعلى الدغري كده، انت اتكلمت عليا وحش في التلفزيون. انا ما اتكلمتش عليك وحش في التلفزيون، انا اتكلمت عن الرجل العنابي. يا سلام. طب ما انا الرجل العنابي. لا، احنا الرجل العنابي. وبعدين انا قلت ايه يعني؟ قلت عليا مسطح. ايه مسطح؟ سطحي قصدك؟ ايوه هي سطحي دي. طب ودي فيها ايه؟ انت ساكن فين يا عصفور؟ انا ساكن فوق السطح. تبقى سطحي ولا مش سطحي؟ صح، فدي عندك حق، ابقى سطحي. بس تعالى هنا بقى. ايه بقى مدور الرجل العنابي بالريموت؟ طب ودي فيها ايه؟ داير بالريموت يعني ما عنديش شخصيه. مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ اهم واغلى الاختراعات شغاله بالريموت. التلفزيونات دايره بايه؟ بالريموت. التكييفات دايره بايه؟ بالريموت. يبقى ايه؟ حتى الريسيفر المعفن بتاع واد كوبايه القهوجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتكييفات والريسيفر بتاع كوبايه ما عندهم شخصيه؟ لا يا عم ما تغلطناش العفو، انا ما قلتش كده. برضك يعني بس يعني الدماغ ما كانتش واصله. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابن بلد وحاجات حلوه كتير. وبعدين يا عصفور، انا قلت قبل كده انا اي حاجه بعملها تبقى ايه؟ لمصلحتي. ولو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها ايه؟ هفهمها بعدين. يبقى تسكت وت ايه؟ احط الجزمه فوق. يا اما هحطها ايه؟ تديني بالجزمه على دماغي. طب يا عصفور، ما انت شاطر اهو، حافظ يا عم. بس الحق يتقال يعني، الحلقه اللي انت عملتها في قد التلفزيون دي صيطتني جامد قوي، وطلعت من وراها بمصلحه جامده. مصلحه ايه؟ بس البت سلمى فكرت ان انا العبقري اللي ورا الرجل العنابي، فبدات يعني ايه؟ سلمى انت برضه خرجت معاها. انا كلامي ما بتسمعش ليه يا عصفور؟ ليه بس يا دكتور؟ اكيد قلت لها حاجه عننا. لا يا عم، عيب عيب وربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل العناب وكده، وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحب صاحبي. وهي اللي هيخليها تطلب غير لو كنت قلت حاجه عننا؟ قلت لها ايه يا عصفور انت؟ قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه ويعني تصفيته خفيفه كده. وليه تقول؟ عصفور، البت دي انت ما تخرجش معاها تاني، وكلام يتسمع بعد كده. يا دكتور بيرم، لما صدقت تعبرني ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت، هي عايزه الرجل العنابي. ماشي يا عم، تعبرني عشان اللي تعبرني عشانه، بس المهم انها عبرتني في الاخر يا دكتور. خلاص بقى من ماشي يا عصفور،
تعالى يلا ارميني في اي حته، وبكره تعدي عليا 10 الصبح عشان هروح السبتيه. اشمعنى السبتيه يعني؟ انت مش عايز تبتدي شغل؟ هنبتدي شغل لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سيادة اللواء. عمي دي تقولها في البيت، وياريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقولك يا عمي في البيت هقول لحضرتك ايه في البيت بقى؟ ياريت ما اشوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سيادة اللواء. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم تقرير مفصل عن بيرم هاشم ايوب. واضح ان الولد ما يعرفش حاجة. اسم الله عليك، انت اللي تعرف كل حاجة. وفي خبر تاني كده يا فندم احتمال يضايق حضرتك شوية. خبر ايه؟ قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمضي لي على الطلب ده يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم طلب اجازة. يا خبر ابيض، ارجوك. استنى يا فندم، بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم، يعني نقضي كام يوم كده. يا سلام، كان فين القرار العظيم ده من زمان؟ تروح وتيجي بألف سلامة. ألف سلامة. ربنا يخليك. وهتاخد كام يوم؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه؟ مد. لا يا فندم، اصلها يعني اجازة بدون مرتب يعني. لا مرتب ايه؟ خدها على حسابي، خدها على حسابي. ماشي يا فندم. حضرتك طب بتسلم عليا ليه يا فندم؟ الاجازة لسه من بكرة. لا من بكرة، احنا لسه هنستنى. يا ابني خير البر عاجله. يا فندم بس عشان اقعد بس اقفل قضية العنابي وبعدين سيف. ما تقلقش عليها، انا هقفلك قضيتي العنابي. مع السلامه. انت بقى مع السلامه. هتوحشنا. مع السلامه. امه وانزاحت. طب قضيه الحوف يا فندم اقعد اقفلها ولا ايه؟ يا سيدي انا هقفل لك كل القضايا. مع السلامه. ماشي. بقى طيب ماشي. جود لك يا فندم. جود لك بعد اذن حضرتك. يا ساتر، ابن اخويا لكن ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر، احنا مش فاهمين حاجة في أي حاجة. زي ما هو مكتوب عندكم في الكارت، احنا شركة من أي حتة لأي حتة لتوصيل الطلبات ونقل البضائع والتخليص الجمركي. أيوه، إيه الجديد؟ ما البلد كلها مليانة شركات بضائع بتوصل لنا الحاجات لحد عندنا في السبتية. لا معلش يا معلم، نحن نختلف عن الآخرون. الخدمة اللي بنقدمها ما بيقدمهاش أي حد غيرنا. يعني حضرتك مثلا بتتاجر في إيه والجمرك بياخد منك كام؟ تاجر علي خشب، تاجر خشب، وبدفع 40% للجمارك. خشب وخشب. وحضرتك؟ انا المعلم ده فكهاني، تاجر فاكهه، بدفع 50% للجمارك. حضرتك؟ انا المعلم حسن ابو حشيشه، تاجر. لا خلاص معاك، فهمت انت بتتاجر في ايه. طيب حلو قوي، انا هاخد منكم نص اللي بتدفعوه للجمرك، وزيهم هاخدهم لتوصيل الطلبات لاي حته في مصر، مش بس مصر، لاي حته في العالم. ثواني بقى يا اخوانا قبل ما نلوكلك في كلام ملهوش عازه. عدم المؤاخذه يا معلم صح، ايه العباره يا عمنا؟ مين سيادتك؟ محسوبك المعلم سيد الباغ الكبير بتاع التجار دول لمؤاخذة. ماشي يا شهبندر التجار. شوف بقى، احنا شركتنا عندها مهارة خاصة جدا في تخليص اي حاجة من الجمرك. حلو، والكلام ده بياخد وقت قد ايه؟ يعني حسب نوع البضاعة وجاية منين ورايحة فين، بس في النهاية الموضوع بيتراوح ما بين 15 ل 20 دقيقة. 20 دقيقة ايه؟ انت جاي تشتغلنا يا عمنا؟ يا عم قول كلام منطقي. وهشتغلكوا ليه يا معلم؟ احنا فيها اهو. ماشي، انا عندي شويه حديد خرده بورسعيد، عايزك تجيبهم لي النهارده. بسيط، اديني العنوان واديني دقيقه اعمل تليفون، وعلى ما تشرب كوبايه الشاي بتاعك تكون الحاجه جت. واحد شاي هنا للمعلم سيد الفحل. البغل. مش فارقه. سيبك وما احبك يا ولد، تعيش سيبك وشاك يا ولد يا ولد. امشي بعيد يا راجل، ما تبصش على امي. اقعد ساكت يا. بقول لك ما تبصش على امي. خش ذاكر يا ومالكش دعوه انت. يا دكتور بيرم على الفصلان. ايه ده انت مين؟ عشان تحرم تبص على امي. حاجه اتفرج عليها وانت في المدرسه على فكره. عصفور انت فين؟ انت لسه في السبتية ولا ايه؟ عصفور انا بسألك انت فين؟ انا جنبك هنا في المنصورة، عايزني اجيلك؟ لا لا استنى، بص عايزك تطلع على بورسعيد، هتروح على العنوان اللي هقولك عليه، هتجيب من هناك حديد خردة وتجيلي على السبتية، وعايزك تغير البدلة ما تجيش بيها، وتجيلي على رجليك اوعى تيجي طاير. وصلت الدماغ يا زميلي. بس اللي اوله شرط اخره نور. اي حد فيكم هيفكر يتعامل مع حد غيري في توصيل البضائع او التخليص الجمركي انا هوقف شغل معاه، ومش هرجع اشتغل معاه حتى لو بس رجلي. انت منفوخ على ايه يا عمنا؟ ما تهدى شويه لما تشوف البضاعه اللي ما وصلتش لحد دلوقتي دي.
الو سلام، البضاعة وصلت. يا صلاة النبي، ده جاب البضاعة كلها يا رجالة. لا ده وإيه، في أقل من ربع ساعة. لا كده بقى عداك العيب وأزح. بقولك إيه، أنا عندي شوية بضاعة في السودان تجيبهم لي. لا بقى أنت هتصاحبني، أنا أول مرة عملتها كده ببلاش عشان أبيع لك، إنما بعد كده مفيش بضاعة هتيجي غير لما فلوسك تطلع. خلاص إن كان كده أحلى فلوس، ونكتب عقد مع بعض. ماشي نكتب عقد، بس قبل ما نكتب العقد نشرب كلنا عناب على حساب المعلم سيد الجحش. البغل يا عم، والله مش فارق. اخيرا اخيرا سفرية بعيدة عن الشغل والقرف. بقولك يا دندونة يا حبيبتي، ان شاء الله اليومين اللي احنا عاملينهم دول عايزين نلف فيهم البلد حته حته. انت ليه تنسيب محسس ان انت مطلعنا روما؟ يعني دي كل الحكايه اسكندريه. انت بتقارني اسكندريه بروما؟ لعلمك اسكندريه دي انا قعدت فيها احلى سنين عمري. ما انت بقى ان شاء الله ده لما كنت في الماموريه بتاعت المينا. ثلاث ايام بقيت ماموريه تيسير. خلاص يا دي. بابا ممكن تاخدنا لحجرك تعلمني السباحه؟ لا معلش يا حبيبي، اصل انا عايز رجلي الايام دي. نام دلوقتي يا نظام، واول ما هنوصل يا حبيبي هصحيك. مش عايز انام. نام بقى يا ابني نام، عشان عايز اقول لامك شويه حاجات كده. ايه تيسير ده؟ بقولك يا دندونة، اليومين اللي هنقعدهم دول هخليهم لك زي شهر العسل بتاعنا بالظبط. اللي نمت فيهم يا حبيبي كله. انا فهمت السفرية دي، خلاص نام نام. الو دكتور بيرا. عصفور انت فين؟ بقولك ايه، انا مش هطير من فوق 100 عقبه دي تاني، كلها طيارات ورق وتشبك فيا وبقعد افك فيها بالساعات. طب يلا عشان عندنا اوردرات متاخره، هتروح على مطروح هتجيب لب ابيض، وهتطلع على تركيا هترجع الجنسات الميديوم وتجيب جنسات لارج، وما تنساش الفواتير. طب خلاص خلاص، هريح شويه واتغدى واطلع على هناك على طول. ماشي يا دكتور، سلام سلام. انا اسف جدا على التاخير يا ابو سلمى. ولا يهمك يا عصفور. ها اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله، بس وحشاني قوي يا ابو سلمى. تصدق انت كمان وحشني يا عصفور، مع انك حلق لي. انا حلقت لك في ايه بس يا ابو سلمى؟ افتكر كده لما جيت لي البيت وقعدت تتحايل عليا عشان ارجعك الشغل مع كاريكا، فاكر شرطي كان ايه؟ كان شرطك ان اشتغل جاسوس عند كاريكا، اذروايز مش هتسامحيني. ماشي يا عصفور، طب وحلقت لي ليه في موضوع الحوار اللي عايز اعمله مع الرجل العنابي؟ لا في دي بقى انا ما حلقتلكيش، هو اللي حلقتك. ايه مش هيعمل الحوار؟ هو لمؤاخذه يعني بيقول ان هو ما يستنضفش يعمل حوار صحفي او لقاء تلفزيوني مع شخصيه زيك او شخصيه زي صريح لمؤاخذه الفيل. ما يستنضفش؟ ده هو اللي بيقول، لكن انا لو عليا اتمنى لك الرضا ترضي. ما يستنضفش مين المعفن العشرة منه بريال؟ قوله بقى احنا اللي ما نستنضفش، ولا نعمل معاه حوار ولا نشوفه اصلا، ولا هو ولا اصحابه. سلام يا عمر. عمر حصلت تغلطي في اسمي يا ابله سلمى. حبايبي الحلوين الطعمين الشطاطير الأمامير اللي دايما منورين برنامجكم الجميل، عمو صريح والفيل. برنامجكم الجميل اسمه ايه؟ عمو صريح والفيل. انتوا ايه ما عملتوش استباحة ولا ايه؟ على صوتكم شوية. برنامجكم الجميل اسمه ايه؟ جميل جميل. صباح الخير يا فيل. صباح الخير يا عمو صريح. هتكلمنا على ايه النهارده يا فيل؟ اول حاجه عايز اتكلم فيها هي عز الدين عتائي، الولاد الحلوين الشاطرين ما يلعبوش مع اولاد عز الدين عتائي عشان دول ولاد وحشين. ايوه
صح يا فيل، ولاد وحشين زي باباهم الوحش، لان باباهم عز الدين ما يخلفش الا ولاد وحشين. ولاد عز الدين عتائي حلوين ولا وحشين؟ وحشين. ولاد عز الدين وحشين. ايوه تمام كده، ولاد عز الدين وحشين. تاني حاجه عايز اتكلم فيها، هسألكم سؤال، مين بيحب يشرب اللبن؟ ايه ده؟ في حد ما يشربش اللبن؟ لازم كلنا نشرب اللبن عشان نبقى اقوياء زي الرجل العنابي، ولا ايه يا عم صريح؟ تمام يا فيل، بصراحة دي بالنسبة لي مفاجأة غير سارة. يعني ايه ما بتحبوش تشربوا اللبن؟ لازم تشربوا اللبن وتسمعوا كلام عم صريح والفيل. لازم تشربوا اللبن يا ولاد عشان تبقوا زي العنابي. طبعا انتوا شفتوا الرجل العنابي ده، راجل قوي وعنده عضلات، راجل متين. كل ده من ايه؟ من اللبن. لازم تشربوا اللبن. عارفين العنابي ده يا ولاد بيعمل حاجات كتير، حاجات خارقة. اشربوا اللبن عشان تبقوا زي العنابي اللي بينقذنا من حاجات كتير الحكومة نفسها ما بتقدرش تنقذنا منها كده، ولا ايه يا ولاد؟ ودلوقتي نطلع فاصل لبن، وبعد الفاصل هنبتدي الدرس الأول، والدرس الأول هو اللي يدوس لنا على طرف نضربه بالكسبة، اللي يدوس لنا على طرف نعمل فيه ايه؟ نضربه بالكسبة. نطلع فاصل كسبة، وبعد الكسبة هنواصل. الله ينور عليك يا باشا، خمسة وخمسة عليك، كل الاعمار بتحبك والله. بس ايه رايك فاصل الجزمة دي؟ دي اكيد كده انت عجبتني يا حرب يا باشا، انت كده فاجئتني بالحته بتاعت عز الدين عتائي. تلميذك يا باشا. حلو صريح بيه، عايزك في حاجه. دي في الراجل العنابي مش راضي يعمل الانترفيو، بيقول ان مش ايه؟ مش قادر يجي النهارده يعني؟ خلاص يجي بكره مفيش مشكله، المهم انه يجي. لا هو بيقول انه مش مستنضف يعمل معاك حاجه. هو اللي قال لك كده؟ ايوه هو اللي قال لك كده؟ ايوه. اخرج من الفاصل يا ابني وطلعني على الهواء على طول. يلا حبايبي الحلوين الطعمين الشطاطير الامامير، ورجعنا لكم تاني مع برنامجكم الجميل عم صريح والفيل. قبل فاصل اللبن والجزمه كنت بكلمكم عن العنابي واللبن، وقلت لكم لازم تشربوا اللبن عشان تبقوا زي العنابي. انا دلوقتي بقول لكم اوعوا تشربوا اللبن واوعوا تتشبهوا بالعنابي. العنابي ده جسمه، العنابي ده سافل وواطي، واللبن مضر بالصحة. اوعوا تشربوا اللبن، اشربوا أي حاجة ثانية، اشربوا عصير مانجا. العنابي ده سافل وواطي، واللبن ده مشروب مش كويس. يا ابني هات هنا الأطوار حاجة ساعة بسرعة، وأطلب كمان سندوتشات برجر بالبيض على حسابي. ألو مين؟ لا 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 النمرة غلط، مفيش هنا حاجة اسمها شركة من أي حتة لأي حتة توصيل للمنازل. لا أحلف لك إن النمرة غلط، أحلف لك إن ده بيت، مفيش هنا شركة من أي حتة لأي حتة. يلا مع السلامة. أيوة فندم. لا استنى أيوة فندم مظبوط، هنا شركة من أي حتة لأي حتة لتوصيل المنازل. اسمع أوردر حضرتك ثانية واحدة. اتفضل يا فندم. 2 كيلو خيار و2 كيلو طماطم وحزمتين شبت وحزمتين بقدونس. تماما الكلام ده من عند اي فكهاني؟ مش فكهاني اصلا. اوكي يا فندم حاضر. 3 دقايق بالظبط والاوردر يبقى عند حضرتك. مع السلامه. مع السلامه. بقيت نصاب يا بيرم، وهتتحبس وهيبقى عليك احكام. يا ربي فيها فاطمه، انت مش طول عمرك بتتحايلي عليا اسيبني من العناب واشتغل؟ اديني اشتغلت، فتحت شركه توصيل طلبات للمنازل. تحب اقفلها وارجع للعناب؟ لا 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 عين العقل، بس مين اللي هيوصل للمنازل؟ انا عندي عيال شغالين ديليفري تحتية، جايب لهم موتوسيكلات يوصلوا عليها الطلبات. موتوسيكلات ايه ان شاء الله اللي هتوصل في 3 دقايق دي؟ دول عايزين موتوسيكلات نفاسه، عايزين صواريخ.
ما تتدخليش في شغلي بقى، انا عارف انا بعمل ايه. وانا ان شاء الله هقعد هنا بقى مرزوعه جنب التليفون ارد لك على التليفون. لا ارتاح انت. انت بتاخد كام في الشهر؟ 1200 جنيه و50 جنيه بدل مواصلات و50 جنيه بدل اكل و50 جنيه بدل تليفون. هديك 2000 وتشتغل معايا. دول بدل ايه؟ دول بدل مهزقك. موافق. تقعد على التليفون تاخد الاوردرات، ولو السما اتربيت على الارض ما تتحركش من هنا، فاهم؟ موافق. انا يا مربيه قرود يا مربيه مجانين. يا عم نظام يلا يلا حبيب بابا يلا يلا جودي بودي. كفايه كده يا تيسير، مفيش حد مبوظ النظام اللي انا عاملاه. النظام غيرك. نظام ايه اللي انت عاملاه النظام؟ في طفل عنده نظام ياكل كل ده؟ انا مش عامل حسابي في الفلوس لده يا دينا، ده رابع كيلو جمبري ياكله. علشان كده البلد طالع متدلع، انت عارف ان بيعمل على روحه لحد دلوقتي. وايه المشكله؟ المشكله ان مفيش طفل في سنه يعمل على روحه لحد دلوقتي. ايه المشكله يا دينا؟ ما انا كنت بعمل على روحي لغايه السنه اللي فاتت وانتي عارفه كده كويس. وبعدين بقى ما تقعديش تعقدي بقى كل حاجه وتعقدي لنا الولد. انت هتجنني يا تيسير، بالذمه ده كلام ناس عاقلين. كولي 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 يا حبيبي كولي. روح بابا كولي. ايه ده؟ ايه اللي جاب العقرب هنا؟ يعني انا هربان من الشغل وجاي اسكندريه ومش شغل يجي ورايا؟ في ايه يا تيسير؟ الراجل اللي ورا ده مسجل خطر جرائم دوليه، كنت براقبه من كام يوم. يا نهار ابيض. طب يلا القوبي حسن يعمل فينا حاجه. اقعدي اقعدي اقعدي، ده اكيد جاي يعمل مصيبه في اسكندريه هنا. نظام حبيب بابا، لو بابا حبيبك طلب منك حاجه تعملها له؟ اعملها له بس بعد الاكل. لا مش بعد الاكل حبيبي، معلش قبل الاكل. ها عايزك يا حبيبي تاخد العجله بتاعتك وتلف حوالين الترابيزه بتاعت عمو دي تسمعني بيقول ايه. يلا احنا جبنا الطياره معانا يا بابا. ما تقفلهاليش في وش يا نظام من اولها. افتكرت ان احنا ما جبناش العجله. خلاص عايزك تلف من غير العجله، ها على رجلك عادي تلف حوالين الترابيزه تسمع لي بيقول ايه وتيجي جري. يلا يلا وترجع تاكل. ها انت جميل يا تيسير، انت عايز تعرض ابنك للخطر؟ نظام بس انت اللي هتعرضيه للخطر بجد. ايوه حوفي بيه. ها انا هنا مستني في المقصوره، بعد شويه هنزل ملعب استلم الكرة على صدري وبصيها لراس الحربة، بس ادعي لي الحكم ما يدينيش كارت احمر وانا راجع في الطريق. اوكي اوكي اوكي. بيقول ايه؟ بيتكلم عن الماتش، عايز جمبري. بيتكلم عن الماتش وانت عايز جمبري؟ لا لا. طب اقول لك ايه؟ استنى هجيب لك كل الجمبري اللي في اسكندريه. ها بس عايزك تعمل ايه بقى؟ هتاخد الموبايل هنعمله تسجيل وتروح تحطه على ترابيزة عمه هناك عشان نسجل كان بيقول ايه. يلا جري. خد كل الجمبري اهو، طلبت لك 8 كيلو كمان، بس كل يا حبيبي كل. يلا يلا فاتورة يا فندم. ميرسي. العفو. ميرسي يا حبيبي. ما تنساش موبايلك يا فندم. ده مش موبايلي، أكيد حد نسيه هنا. يا جماعة الموبايل ده بتاع حد نسيه؟ يا جماعة الموبايل ده بتاع حد نسيه؟ يا سيدي احنا احنا يا سيدي خلاص اسفين. روح يا ابني هات الموبايل. قوم يا دينا يلا قوم يلا. اجيب لحضرتك الحساب يا فندم؟ حساب مين يا حبيبي؟ شرطة. يلا يلا يا دينا يلا. انت مش قلت لي مش هنتقابل عندك في البيت ولا عندي؟ امال ايه اللي حصل؟ ها؟ بقول لك ايه اللي حصل؟ لا النهارده ظرف استثنائي. اصلا انا عايز اعرف انت هببت ايه؟
خليت صريح الفيل يقلب عليك القلبة دي. انا اصلا الراجل ده الصراحة ما بحبوش، عمره ما جه هنا يا زميلي. هببت ايه يا عصفور؟ خليت صريح الفيل يقلب. انا اقوم اعمل لك شاي او اي عصفور. حاجة. انت قابلت سلمى صح؟ على السكة وعلى الدغري. على السكة وعلى الطين على دماغك. الصراحة قابلتها. يبقى اكيد قلت لها حاجة هي اللي خلت صريح الفيل قلب عليك. انا ما قلتلهاش غير اللي انت قلته. ايه بقى اللي انا قلته؟ قلت لها ان الرجل العناب ما يستنضفش يعمل اي حوار ليه علاقه بصريح الفيل. مش انت قلت كده برضك؟ انا قلت كده يا عصفور. قلت كده. انت هتكذب يا دكتور. ليه يا عصفور كده؟ ليه يا عصفور تخلي راجل زي ده يقلب علينا في الوقت ده؟ انا مش فاهم يا دكتور، انت حاطه في دماغك قوي كده ليه؟ اخرس. هاي طن هتصرف. خلينا في الشغل دلوقتي. ايوه كده يا دكتور، خلينا نقب على وش الدنيا. عندنا شوية اوردرات، اهم حاجة كل اوردر من دول يا عصفور ما ياخدش اكتر من 3 دقايق. ماشي. علشان نحافظ على مستوى الخدمة اللي بنقدمها للناس. ماشي، بس انت اديني الاوردرات. بص يا سيدي، هتطلع من هنا على تونس. ماشي. في بضاعة هناك باسم المعلم خميس، تجيبها وتطلع على اسطنبول عدن. اسطنبول. ماشي. هتلاقي شحنة ولاعات بتاعت انطونيو ماجري. اسمه ايه؟ انطونيو ماجري. ماشي. تاخدها وتطلع على اوكرانيا. هتروح لهناك واحد مستنيك اسمه سيد هنري. ماشي. قول له عايز الحاجة بتاعت جابر حلاوة. بتاعت جابر حلاوة. ماشي. تمام. برافو عليك. هتطلع بعديها على مضيق جبل طارق. عارفه؟ عارفه. عارفه. انت مش عارفه يا عصفور؟ والله العظيم عارفه، بتاع الجغرافيا. ايوه بالظبط. ايوه صح. هتروح على مضيق جبل طارق، هتلاقي واحد مستنيك اسمه ايه؟ طارق. ده صاحب المضيق. ها؟ يا دكتور دعابة يعني، ما تضيقش. خلاص كمل. طارق ده هيديك ظرف. هتاخده يا معلم وتطلع على فين؟ على فين؟ على البرازيل. اعمل ايه بقى في البرازيل؟ هتجيب بن. اجيب بن لمين بقى؟ ده لامي. ماشي، احنا خدامين طنط. تمام. امسك الاوردرات اهي. هات يا دكتور. ما تتاخرش. ايوه بس الاوردرات دي كلها بعيد عن بعض، يعني انا النهارده هروح واخري قوي. انا بلاش شغل الصناعيه ده. ماشي، روح واخري وبقى تعالى بكره ساعه متاخر. ماشي، وهتحسب لي يوم ونص. ماشي. ماشي. حاجه اخيره؟ في حاجة أنا عملتها لك كده عشان نضيع لدغة السين اللي عندك دي. لو النبي يا دكتور ابعدني عن الموضوع ده خالص، آخر مرة صرفتني المحلول الصوت بقى يطلع من وداني وبقي يتحرك بعديها بنصاية. لا سيبك بقى من المحاليل والشغل البلدي اللي أنا كنت عامله ده. المرة دي في أجهزة وسلوك وحاجات وكهرباء، يعني يا إما هتتظبط يا إما هتموت. يا رب. مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية. مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. الضحك كونة ولمونة، ثلاث مواهب مدفونة. بس لما تيجي الجنونة يبقى اللهم اغسك يا اسطى. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى وتقول عدوات كمان وكمان. بكرة برضو استنونا مع حكايتنا المجنونة، برامو تيسير وعصفور حيضحكوا في اللي جابوه. هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. بكرة هنكمل حكايتنا قاعدين مش خارجين من بيتنا. نفسنا نتحرك.